وقبل أن أختم أريد أن أنبه على فائدة مهمة في أمر نحتاج إلى التنبيه إليه، وهو عندما يؤذن المؤذن بالكلمات العظيمات: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الأذان ينبغي معاشر الإخوان أن يكون له وقع في القلوب ودوي في النفوس، وعندما يبدأ الأذان كل شيء يتوقف، حتى لو كنت تقرأ القرآن أشرف الأعمال توقف عن قراءة القرآن واسمع الأذان، فضلا عن أن يكون الإنسان يتحدث مع إخوانه أو أصدقاءه. أو إذا كنت تقرأ القرآن وسمعت الأذان أوقف القراءة واستمع إلى الأذان. يقول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من أتباع التابعين، يقول: حدثت أن أناسا كانوا فيما مضى، يعني حدثه التابعين عن الصحابة، أن أناسا كانوا فيما مضى ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن، ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن، فلا يقول مؤذن شيئا إلا قالوا مثله. في هذا الباب تأمل رعاك الله حديث عمر وفي الصحيح، عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة، من قلبه إلا دخل الجنة. لما تسمع الأذان من قلبك وتردد مع المؤذن هذا باب من أبواب الجنة. كم يحرم الناس من هذا الخير. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن، لا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن. إجابة المؤذن أمرها عظيم، الإنسان يترك كل شيء. موجب هذا الحديث التذكير بهذه السنة والتنبيه من أمر كاد يكون فشى وانتشر الآن في هذه الآونة. كثير من الناس ونراهم حتى هنا في المسجد إذا أذن المؤذن ينشغل بتصوير نفسه عن ذكر ربه، ينشغل بتصوير نفسه عن ذكر ربه، ينشغل عن هذا الباب من أبواب الجنة بالتصوير، وبعضهم يصور وهو قاعد، وبعضهم ما يكتفي بالقعود، يقوم قائما لا هم له وقت الأذان إلا الصورة، ويقف ويستدير في المسجد والأذان يؤذن وهو مشغول يستدير في المسجد، يصور يمين وشمال وفوق وتحت. إلى بعضهم حتى بعضهم يعني يكمل الأذان كله وهو يصور، وبعضهم يكتفي يصور أول الأذان، مشغولين عن، فانظر ماذا شغلوا أنفسهم به عن باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الخير. ينشغل بتصوير نفسه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، هذا باب ذكر، باب طاعة لله. والمصيبة هنا عظيمة جدا عندما يصور نفسه ويبعث الصور للناس بالما أدري إيش هذه، يبعث الصور للناس يرونه وهو في المسجد وأن وقت الأذان وأنه يؤذن وهو في المسجد، وهذه أعمال كلها لله، ما ترسل للناس، هذه أعمال لله، الصلاة لله وسماع الأذان لله وذكر الله لله، هذه ليست للناس، ما تصور وترسل للناس. يصور نفسه وهو يسمع الأذان، وإلا يصور نفسه وهو يصلي. مرة هنا في هذا المسجد أنا رأيت، لا أقول لكم حدث، رأيت شخصا أنزل مصحفا كبيرا
ومسكه بيديه وأعطى كاميرته لصاحبه وخلى يصوره من يمين وصورة من الشمال، ثم طبق المصحف ما قرأ ولا حرف، والصورة هذه يرسلها لمن يرسلها أنه كان يقرأ القرآن في المسجد، هو ما قرأ ولا حرف، ما قرأ، مجرد ما أن صوره طبق المصحف. ماذا يفعل هؤلاء مساكين؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ فيجب أن نعظم شعائر الله، نعظم الأذان. إذا أذن يتوقف كل شيء، العلم يتوقف، قراءة القرآن يتوقف، سماع العلم يتوقف، الحديث مع صديق لك في خير يتوقف، كل شيء يتوقف. تستمع الأذان تنصت إنصات دقيق وتردد معه من قلبك إلا دخل الجنة، هكذا جاء في الحديث، حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم. فينبغي أن نعتني بهذه السنة العظيمة المباركة وأن نهتم بها.